اهلا وسهلا بيكم في الفقره الاولى من برنامج الاهلي الليله، والفقره الحواريه في الاهلي الليله النهارده فقره استثنائيه، لان هنتكلم فيها في تفاصيل فنيه مش مع نجم عادي، لا نجم ليه خبرات طويله جدا مع النادي الاهلي على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي، وايضا كان موجود مع منتخبنا الوطني في كاس الامم اللي استضافت مصر عام 2006، فبالتالي حضر كل الاجواء اللي احنا بنتكلم فيها في التوقيت الحالي. برضو هنلقي معاه الضوء على استعداد الاهلي للموسم الجديد، لان الاهلي خلاص بيستعد خلال الايام القادمه لمعسكر في اسبانيا، وكان من اللعيبه اللي دايما موجوده في المعسكر مع النادي الاهلي في الاستعداد للموسم الجديد، فبالتاكيد عنده خبرات كبيره جدا. النهارده قدر الامكان هنحاول نستفيد بيه باقصى درجه. ميسي الكره المصريه، مارادونا الكره المصريه، اللقب ده هو في اي لقاء هيكون معانا فيه النهارده بكره بعد بكره لازم نقوله، لان اللقطه دي او اللقب ده لما قالوا مانويل جوزيه ما ينفعش يعدي كده بالساهل، ودايما لازم نقوله مع نجمنا النهارده احمد السيد كابتن النادي الاهلي ومدافع النادي الاهلي الصبر. ازيك يا كابتن احمد؟ ازيك يا محمد، عامل ايه؟ ومتشكر جدا طبعا على المقدمه الجميله دي. ده حقك. وانا سعيد طبعا انا موجود النهارده في بيتي في قناه أكيد. النادي الاهلي ببقى من اسعد الاوقات اللي انا موجود فيها، سواء هنا موجود في القناه اما بروح في النادي طبعا، لان ده يعني حاجه انا اتربيت فيها وحاجه اسمي ارتبط بيها كان النادي الاهلي، فطبعا من الصعب ان انا اي تيجي لي دعوه في قناه النادي الاهلي وما احضرش فيها. لا احنا بنتشرف بوجود النجوم والجيل، الجيل انا حتى قلته في بدايه المقدمه لما بيكون معايا اينو، احمد السيد، عماد النحاس، متعب، اي حد من الجيل اللي لعب في الوقت ده، بركات، ابو تريكه، الجيل ده ما يتنسيش، لان الجيل ده سطر تاريخ وسطر بطولات الجمهور لغايه اللحظه دي بيتكلم عليها، وكمان كان لكم دور جيل جديد ونشء جديد يطلع يحب النادي الاهلي. هي الميزه بس في الجيل بتاعنا ان هو جه بعد فتره النادي الاهلي كانت فتره انتقاليه بالنسبه للنادي الاهلي، اللي هو اما كابتن صالح سليم الله يرحمه جاب مستر مانويل جوزيه قال له انا عايزك تبني لي فرقه لقدام، فالبناء الفرقه ده خد حوالي من 3 4 سنين، من 2001 من 2001 لحد 2005 بدايه البطولات بتاعتك، اللي هي بدايه اول بطوله افريقيه بتاخدها بعد 2001، فدي الناس كانت خلاص كانت بدات تحس ان فريق الاهلي لا، وفريق كان الزمالك ساعتها هو المتسيد البطولات بياخد الدوري على طول، فبدانا احنا بقى التدعيمات اللي عملها مستر مانويل جوزيه لما رجع في الولايه الثانيه مع اللي كانوا موجودين، سواء انا كان حسام غالي كان احترف، كان موجود شيتوس، كان موجود ناس كتير، حسن مصطفى لما رجع مع الناس اللي جت كابتن ابو تريكه، وائل جمعه، كابتن عماد النحاس، اسلام الشاطر، بركات، كل التدعيمات اللي جت دي فرقت معانا جدا. فعلا يعني قعدت فتره حسيت الناس فعلا ان انت يعني كان مستر جوزيه على طول كان يقول لنا ان الجماهير كانت بتتكلم بتقول دي مش كره دي مزيكا، فعلا احنا كنا عاملين مزيج ما بين ان انت بتكسب وبتمتع الناس باداء كويس، ان ممكن تكسب ويبقى ادائك مش كويس، فرق كتير كده بتكسب وادائها مش كويس، لكن انت كنت بتعمل اداء كويس ونفس الوقت بتكسب ونفس الوقت تاخد بطولات كتير، فهي عشان كده الفتره دي مسمعه مع الناس جدا وبتتكلم عليها لحد دلوقتي. اكيد. طيب ابدا اتكلم معاك على النادي الاهلي، النادي الاهلي بدا معسكر الاعداد او فتره الاعداد من يوم السبت الماضي، خلاص ان شاء الله بيستعد للموسم الجديد ونهايه الموسم الماضي. هتقول لي ازاي؟ اقول لك هي كده، باقي مباراتين في نهايه الموسم الماضي من الدوري، ولسه في ماتشات الكاس ومباراه السوبر والدوري بقى ان شاء الله، والبطوله الافريقيه لسه في منتصف شهر سبتمبر. في التوقيت ده انت كلاعب ازاي بتتحضر للموسم الجديد من التوقيت ده، وازاي بتعيش اجواء المعسكر لما بتيجي تسافر في معسكرات اخرى؟ انت طبعا رحت مع الاهلي في تركيا وفي المانيا وفي معسكرات كتير، لكن المعسكر الجاي النادي الاهلي في اسبانيا. طبعا يمكن الموسم ده نتكلم عليه كموسم وموسم استثنائي، بطولة افريقيا اللي جت فجأة عندك دي طبعا غيرت حاجات كتير في مفاهيم الدوري وفي جدول الدوري عامة، انت اضطريت تأجل ماتشات، اضطريت تترحل ماتشات للسنة اللي جاية. انا شايف ان الوقت ده جيب اجازة كويسة جدا لعيبة الاهلي، لان انت الفرقة الوحيدة اللي ما بتريحش خالص، ودي مشكلة، دي مشكلة كبيرة، يعني تلحم المواسم ده لازم يعمل إصابات، لازم يعمل هبوط في مستوى بعض اللعيبة. كان بتقابلنا المشاكل دي لما كنا بنلعب، بس مستر مانويل كان معاه جهاز فني فعلا واعي جدا، كان بيعرف يعمل الريكفري كويس، كان بيعرف يهيئنا كويس، الروح اللي احنا كنا بنلعب بيها كانت بتنسينا أي تعب. لكن أنا شايف إن دلوقتي الفترة دي إن الدوري يترحل للموسم الجديد مفيش مشكله خالص، ان الماتشين دول الاهلي خد راحه كويسه، اللعيبه اللي سافر اللي عمل ريكفري كويس خلاص نسي بقى اجواء الكوره ونسي الكوره، خلاص بيبدا بقى موسم جديد على 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 شغل جديد، على على فكر جديد للمدرب. لكن طبعا حته المعسكرات ان انت
يعني انت بتخلق جو كويس في من التركيز، لان انت اللاعب المصري عامه لو انت بتتمرن هنا كده كده في معسكر بقى فترتين، لو انت بتتمرن هنا ممكن واحد يخلص تمرينه ويروح، مش هتقدر تجبره ان هو ممكن يبات في استراحه النادي. لكن انت المعسكر هناك بيبقى الجو وكل الاجواء كلها كوره، بس انت بتصحى تتمرن تفطر تتغدى تنام تصحى تتمرن تنام، خلاص ما قدامكش غير كوره بس. فبيخلق جو من الانسجام، بيبدا المدير الفني يبدا يشرح الفكر بتاعه بتاع الموسم الجديد، يبدا اللعيبه تنسجم مع بعض من خلال المباريات الوديه اللي بتحصل. فانا شايف لا المعسكر طبعا ان شاء الله يكون ناجح جدا، الموسم الجديد للاهلي ان شاء الله يكون موسم ناجح جدا، ونرجع بطوله افريقيا اللي احنا بقى لنا سنتين طبعا مش متعودين ان احنا نخسرها، طبعا بقى لنا سنتين بنخسرها سواء بفعل فاعل او اي حاجه، لكن طبعا مش الاهلي اللي يخسر بطولتين ورا بعض. ان شاء الله البطوله السنه الجايه تكون من نصيبنا ان شاء الله. المعسكرات دي كانت فرصه للتجانس للانسجام للتفاهم. انا كنت بشوف في المعسكرات كمان لما كانت الاهلي بيسافر في المانيا او في تركيا او في كذا دوله، ما كان بيعمل معسكرات في اوروبا الفتره دي، كان اللعيبه اللي جايه جديده للاهلي كانت بتندمج بسرعه. يعني انا فاكر معسكر المانيا كان لسه معتز اينو منضم حديثا للاهلي، بعد معسكر المانيا لقيته كانه موجود في الفريق بقاله مثلا 10 سنين. طبعا مظبوط. احمد حسن بعدها بفتره برضو، بركات، حسين ياسر المحمدي، مظبوط، ناس كتير. فالمعسكرات دي بتعيشها ازاي؟ يعني ايه اللي بيحصل في الكواليس داخل المعسكرات يعني؟ واحنا بنستغل طبعا اي وقت يكون في مثلا تمرين مثلا خفيف ان احنا ممكن نقعد مع بعض، فبنقعد مع بعض اغلبيه وقتنا. حتى الفيديوهات حتى القديمه هتلاقيها ما بينا كده بنلعب مثلا بينج بونج مع بعض، بنلعب بلاي ستيشن مع بعض، بتبقى الدنيا بالظبط. فالحاجات دي بتقربك من قربنا من بعض. لما واحد يبقى جاي جديد بيبقى عنده رهبه ان انا جاي رايح فرقه جديده، ممكن واخد انطباع عن حد ان هو مثلا ده تينك او بتاع، فما بيقعد معاه لا يتكلم خلاص بنقرب من بعض، فهو بيندمج بسرعه. فبالتالي الاندماج بتاعه بسرعه ده بيخليه لعيب الكوره لو نفسيا مش مرتاح مش عارف يطلع كل اللي عنده. صح. فهو لو رايح يعني رايح حاسس ان الفرقه دي فيها ناس مثلا مش حباني، في فرق منافسه ليك كتير بيبقى في بتحصل، بيبقى لا بيبقى ممكن في لعيب رايح في النادي اللعيب ده مش عايزه، الثاني اللي في النادي ده مش عايزه، فيبدا يحصل مشاكل بينه ويتخانق معاه في التمرين. مش لكن احنا لا عمرنا في التمرين حتى بتحصل مشكله خفيفه. مثلا لو تعرف تمرين مستر مانو كان على طول بيشد التمرين وبيبقى فيه التحامات كتير، انا مثلا انا اول جمعه الناس اللي كانت بتلعب جامد ده ما كنا بنخش جامد على حد خلاص، يعني الموضوع ما بياخدش صح دقيقه وبيعدي، ما نعداش بقى ان هي تاخدها موقف شخصي ونخش نتخانق جوه زي انديه ثانيه بتعمل، لا انا بناخد الموقف خلاص عدى هي نرفزت ملعب وخلاص نخرج بره مع بعض نهزر عادي. فاللعيب بيبقى بيندمج بسرعه اما بيحس ان فعلا احنا بنساعده انه يخش في اجواء الفرقه بسرعه، احنا اللي بنساعده يعني احنا اللي بنقرب منه نساعده، احنا بنتكلم معاه ان انت عادي احنا انت كده كده احنا اخواتك وانت عادي احنا مفيش مشكله خالص انت بقى معانا. فالقصه بتبقى بالنسبه له لا الرهبه اللي هي بتاعت البدايه ان انا رايح فرقه جديده وانا جاي من فرقه منافسه، فبتخلي برضو واحد يبقى خايف شويه ان هو ممكن يفشل، لو فشل الناس هتقابله انت كنت في فرقتك كويس وهنا مش كويس. فانا كنا بنعدي الدنيا دي بالاعداد بدايتنا مع بعض انا وبركات وحتى ابو تريكا، الناس كانت واخده انطباع لا ابو تريكا بيهزر ودمه خفيف جدا، لا لذيذ ودمه خفيف وافات وحشه شويه، لكن هو يعني ساعات بيقول افات وحشه ساعات بنضحك له يعني هو بيقول افيه ويضحك عليه فانت بتضحك على ضحكته. ف لا يعني كانت فعلا بتبقى اجواء كويسه يعني انت كمان الجو هناك بيبقى حلو. انت انا فاكر في مره كان في تركيا اعتقد بعد نهايه التمرين الكره جت في الشجره فوق وطلعت وائل رياض شيتوس، فاكر؟ لا ما كانش في تركيا، لا كان فين؟ لا كان لا لا كان في النمسا، كان في النمسا. في النمسا قعدت نص ساعه قعدنا نشيله، ما قالش كان بيطلع يحب يتنطط على الشجره هو. لا احنا كنا يعني بجد يعني انت الحب اللي كان بينا، احنا في ماتشات كتيره كنت ممكن تخسرها بالظبط. يعني انت ماتش الصفاقس اللي هو بتاع ماتش الصفاقس بتاع بوتريكا اللي جاب في الجون، هم ثلاث جوان مش اوفسايد والحكم حسبهم اوفسايد ليهم هم عادي، ممكن الماتش كان يخلص عادي. كان ممكن الجوان دي تحسب وانت تخسر عادي 3-1 انت جايب جون. لكن انت ربنا عارف ان النيات بتاعتك كويسه، اللي قاعد بره انا كنت الماتش ده احتياطي، كنت راجع من اصابه خطيره في رجليا وجوزيه واخدني حطيتني احتياطي، انا كنت عمال اتنطط بره وعمال اعيط وعمال اصوت وعمال اعمل عايز اكسب. في ناس ثانيه لا مش انا ما بلعبش ما اكسبش. فالحب اللي كان بيننا وحب الخير لزميلك ان انت عايزه يلعب احسن منك قبل الماتشات في اوضه اللبس. انا كنت بلعب اساسي، ممكن مثلا لو رامي عادل الماتش ده احتياطي او رامي اساسي وانا احتياطي، رامي تلاقيه قبل الماتش قاعد جنبي وبتحس يعني في واحد ممكن يكلمك بس تحس ان هو بيميز عايز يبين للناس ان انا بكلم احمد، لا انت بتحس من جواك ان هو فعلا خايف عليك فعلا، لا احمد خلي بالك اعمل كذا خلي بالك اعمل كذا خلي بالك اعمل كذا. انا في جون جبته كان في اياكس كيب تاون، انا اول واحد رحت لرامي عادل
واحد بنلعب مكان واحد, مش 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 كتيره لما تلاقي حد اتنين في مكان واحد بيحبوا بعض. فكان في النادي الاهلي لا, انا مش هنسى بركات وابو تريكه بعد الفتره يقول مين احسن, بركات ولا ابو تريكه. الاثنين خدوا بعض مره في ماتش وهم بيسخنوا, قعدوا يشاوروا على بعض الاثنين, يعني هو احسن او بركات يقول احسن ابو تريكه وابو تريكه يقول بركات احسن. فدي عمر ما واحد بيثبت مين احسن من الثاني. كان جوزيه يتكلم معانا يقول لك النجم الفريق, ما عنديش نجم, النجم بتاع الفرقه هو الفريق ككتله. بمناسبه النجم الفريق, انا فاكر في مره حاله السعاده او الجمال او مش عارف بس الاخوه اللي جوه الفرقه, فكره انك كمان جيت في مره محمد بركات عشان تختبره او تعمله انتخابات لكابتن الفريق. انا كنت ماسكها له, انت اللي كنت ماسك الحمله. ماسك الحمله بتاعته. يعني انا عايز اوصف للناس ان لا, الحاله جوه الاهلي مختلفه طبعا. لان بمناسبه يعني فكره كابتن الفريق, كابتن الفريق معروف جوه الاهلي بس ساعتها, بس كان مين صاحب الفكره, كان بركات ولا كان مين؟ هو بركات اللي قاعد يعمل القصه دي, بس طبعا انا عارف بركات حمله, فلو انا دخلت معاه في حاجه لا, فكده كده افضل معاه خلاص. فانت كنت ماسك الحمله الاعلاميه لمحمد بركات وكنت كابتن الفريق وعملت انتخابات. عملنا انتخابات كنا اعلام, وكنا فعلا كنا نعملها, لان انا بالنسبه لي يعني انا مثلا كابتن عماد النحاس انا كنت كابتن عليه, بس انا كنت بسمع كلام كابتن عماد, يعني انا استفيد منه. في فرق ان انا كابتن ان انا لابس شاره, في فرق ان انا احترم قيمه كابتن عماد النحاس, راجل قيمه, راجل عاقل جدا, فبتسمع كلامه. القصه كلها مش ان انا ابقى كابتن ان انا اقعد ازعق وان انا انت لا, القصه كلها خلاص انا ظروف حطتني ان انا اقدم واحد, فانا كابتن النادي الاهلي بالظبط. لا, فلازم اسمع الكلام الاكبر مني, مش القصه ان انا ابو تريكا اكبر مني او عماد اكبر مني فانا لا اتنك عليهم انا كابتنكم وتسمعوا كلامي. لا طبعا, يعني انا في موقف مع كابتن احمد حسن كان لسه راجع من الاصابه, وكان ماتش المقص عندنا ودي في التتش, لسه راجع من الاصابه, انا جريت عليه واديته الشاره, ما رضيتش اخدها واحترم الموقف ده جدا, بس هو موقف نفسي اكتر. حد رجع من الاصابه اما بتديله الشاره يبقى كابتن فبالنسبه لك حاجه كويسه. فدي قيس بقى على كده حاجات كتير جدا حصلت, مواقف ان انت بيبقى عندك انكار ذات, ان انت لا احب الخير لزميلي عشان هو زميلي ده اللي هيكسبني. فانا بالنسبه لي يعني انا في بطوله مثلا 2006 اللي هي بتاعه الصفاقس, انا لعبت الدور الاولانيه وطول البطوله مصاب, اما كسبنا البطوله اتحسبت لي ايه؟ البطوله اكيد, ان انا واخد بطوله طبعا. وعندي الميداليه بتاعه البطوله, ومحدش فكر مين لعب كتير ومين لعب قليل, بس اسمها ان انا واخد بطوله افريقيا 2006 بالزبط. قدام الصفاقسي واخد البطوله بالظبط, الخير عدى عليا. لكن هي فعلا هي حته الحب وانكار الذات اللي كاتبنا دي, هي دي اللي كانت فارقه معانا. الحمله الاعلاميه نجحت؟ لا ما نجحتش, الموضوع وقف. ما تمتش على فكره, وقف ليه بقى؟ ما اعرفش وقف كده, بس احنا كنا فعلا بنعملها بجد. يعني انا كنت حاسس ان بركات فعلا قائد كويس, يعني انا حتى بركات ابو تريكه حاسس انه قائد كويس, يعني ده كان دايما بيشاور بعد كل جون او في كل ماتش على رقم 8 على طول, احنا كنا بنعملها على طول. حتى انا عندي صور اللي هنا وهو على طول, اي صوره يجبرني ان انا اعمل رقم 8 انا هو على طول. كان جوزيه على طول يقول لنا انتوا الاثنين الفاكهه بتاعت الفرقه, انتوا الاثنين, يعني انتوا بركات لما الصبح كده اللي واقفه, اللي كنا بنقفها قبل التمرين لازم اول ما اخش تعالى جوزيه بقى ايه مارادونا وبركات, راح جايبنا نقعد نهزر شويه. هو كان بيحس ان احنا الاثنين احنا نروح المرح بتاعت الفريق. طيب بمناسبه ان المرح مع الفريق وبركات, عايز اعرف بركات لما شاف الصوره دي قال لك ايه؟ في صوره انا هعرضها لك دلوقتي, جاهزه؟ في صوره ليك يا كابتن احمد في دوره وديه اتلعبت في دوره ويمبلي بتاعت ميسي, بتاعت ميسي بالظبط كده اهي. انا بس عايز اعرف منك الصوره دي لما بركات شافها. لا هو يعني لا ما اتكلمش, بس الصوره دي انا جبتها بعد ما مشيت من الاهلي, يعني ما كنتش لان الصوره دي جايبها من على موقع موقع مش مصري, لان الماتش ما اتصورش في مصر. كنت انا وائل جمعه في الصوره دي, هو الماتش اتذاع في مصر لكن ما كانش فيه فوتوغرافي او فيه مصور. ايوه يعني حتى البتاع كلها مواقع انجليش مش فانا ليا واحد صاحبي اسمه احمد مصطفى ارشيف. احمد مصطفى ده اهلاوي مختص بتجميع الصور والتيشيرتات بتاعه المنتخبات من ايام مثلا سنه 80, هو مختص, هو اللي بيجيب لي الصور دي. فلا طبعا من احلى الصور ومن احلى الماتشات اللي احنا عملناها. على فكره احنا خسرنا بس احنا عملنا اداء كويس يعني, بس الحمد لله انا في الماتش ده كل الكور اللي بيني وبين ميسي قطعتها, ما اعرفش هو يعني كان حظي كده, يعني كل الكور اللي جت لي بيني وبينه قطعتها. يعني ما اعرفش هو بقى في الماتش ده كان هو بقى خايف مني ولا مش عارف. هو في الماتش ده كان في حوار بينه وبين اينو لو فاكر. لا موضوع ودي اينو كوبري, يعني انا ما شفتش كده رد سريع ان واحد يضربني بعدها بثلاث ثواني اديله كوبري, يعني لدرجه مستفز. لا مش مستفز, هو فعلا هو بيكلم الكوره, يعني هو الراجل ده
انا بحس ان هو فعلا انا الناس بتقارن بينه وكريستيانو. لا انا ميسي بالنسبه لي، لا في فرق على فكره، في فرق شاسع ما بين اداء ميسي واداء كريستيانو. بص كريستيانو ممكن يبقى فيه منه كتير، يعني انت ممكن تجيب ناس كتير عندها نفس السرعه ونفس الطول بس ميسي لا لا، يعني اللي هو بيعمله ده غريب. بيتحكم في رتم الاداء وبي يعني ممكن يبقى ده. انا في صوره جت في ماتش الارجنتين بتاع الكوبا امريكا، البطوله اللي بتقام حاليا، في ماتش اللي هو اللي قبل بتاع قطر، بقول لك مثلا كام واحد، خمسه وسته ده سبعه داخلين بيلعب، سبعه داخلين عليه هو لوحده في وسط سبعه. يعني تخيل بقى الاهتمام بتاعه ان هو. لا طبعا ميسي انا بالنسبه لي هو يعني اعظم لعيب جه في تاريخ الكره عامه، من ساعه ما الكره انشات لحد دلوقتي. مش لكن على مستوى النتائج على فكره عكس كده خالص، يعني مستوى النتائج مع المنتخب الارجنتيني ما زيرو، الناس محملاه فوق طاق. بص ميسي ما كسبش مع الارجنتين، ميسي ما عملش مع الارجنتين. الضغط ده مهما كان اي حد ده بشر لازم يتشد، لازم يتشد. اما انت كل حاجه عليك انت لازم يتشد. ماشي. الجهاز قال لك ايه بعد الماتش ده؟ ماتش برشلونه؟ لا احنا عملنا اداء كويس على فكره، يعني احنا وصلنا كتير، وكنا يعني طبعا هي البطوله كانت وديه وانت ما عليكش ضغط، انت بتلعب بتاع فريق برشلونه اللي هو كان الفرقه دي دلوقتي في الوقت ده اقوى من دلوقتي بكتير. يعني طبعا يعني في 2007 ما لعبناهم، وفي 2010 ما لعبناهم في المئويه، وفي 2010 الفرقه قويه جدا. انت بتلعب ده عندك الماتش ده كان فيه توري، وكان فيه كان بوسكيتس كان موجود، وكان فيه جود يونسون، كارلوس بيول، وكارلوس بيول 2007 كان ترام، كارلوس بيول ورونالدينيو وزامبروتا، وكان بتلعب فرقه يعني حكاية. لا 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 فرقه ما لا تكر. بس انت الماتش بالنسبه لك هو ماتش احتفاليه، انت مش مطالب باي حاجه. مظبوط. انت بتلعب برشلونه يعني ما بيكسبوا اي حد. لا وفكره ان الاهلي موجود في ملعب ويمبلي دي كانت طبعا ليها قيمه وعظمه. جبت جون انت، وصلت جبت جون، يعني انت يعني ما بقول لك ريال مدريد خسر سته قبل كده من برشلونه. بالظبط. عادي يعني كان انت ادائك كان كويس. بالنسبه انت بتلعب برشلونه عملت اداء كويس، جبت جون في برشلونه، تخسر 4-1 ايه المشكله، 10-1 ايه المشكله، مش مشكله. انت بتلعب برضو فريق المستويات مختلفه خالص، العقليات مختلفه خالص، عندهم حلول كتير بره. طب الحوار الجانبي اللي كان بينك وبين الكابتن وائل جمعه الصخره بقى في مباراه زي دي امام ميسي؟ لا لا، واحنا بص يعني كان في اتفاق مين هيمسك ميسي ولا اللي كان بيجي عليه؟ لا واحنا كنا بنهرب منه الصراحه، يعني كان ايوه انا عايز يعني في الصوره دي انا عايز اخش في الكواليس يعني في لقطه كده وائل اللي هو جاي من ناحيته هو، فعمال يقول لي ايه ادخل، قلت له ما تخش انت ما انت عملت هو ضحك حتى، حاسس ان هو يعني حاسس ان هو يعني ايه يعني زحمه لازم انا اللي اخش. لكن هو احنا اصل انت ما عليكش اي ضغوط، ما ميسي بيرقص كل الناس في الصوره دي. ما هو ايه حاجات زي دي كده يعني، حاجات زي دي كده وقفت وقال كده. بس لا وقال طبعا من الناس صخره الدفاع. لا بص يعني انا لعبت جنب ناس كتير، انا ووائل وعماد وشادي، لا كان في حاجه بينا كده، هارموني بينا كده، ان انت فاهمين بعض. يعني انا عارف وائل، انا بلعب مع وائل عارف فاهم وائل بيعمل ايه، فاهم شادي بيعمل ايه، عماد بالنظره فاهم انا عايز. يعني عماد لما كنا نلعب مع بعض كابتن عماد، واحد نلعب مثلا بليبرو، احمد روح مالكش دعوه، خلاص انا عارف ان انا خلاص بقت خلاص انا هروح، عارف كابتن عماد هي بالظبط هيقف مكاني، خلاص بقيت انا عارف انا هطلع بره كابتن عماد واقف مكاني. فخلاص انت لعبت كتير، لعبنا موسم دوري وكاس دخل فينا 5 تجوان أو 4 تجوان تقريبا. وفي الدوري الاهلي ما خسرش، ما خسرناش ودخل فينا 4 تجوان. كان حتى جوزيه ساعتها قال لي انا كنت عايز ما يخشش جوان خالص. واول تعادل كان بعد 17 18 مباراه طبعا، كانت امام النادي المصري. المصري صح بالظبط. لا احنا كنا فعلا رجاله في الملعب. في فرق ان انت تبقى عارف قيمه التيشيرت بتاع النادي الاهلي وبتلعب عليه، ان انت ما ينفعش فرقه ان هي تبقى ليدر عليك في الملعب، انها تهينك في الملعب بلغه الكوره. في جيل طلع حب الاهلي بالجيل ده، بالجيل اللي شافه ده، بالكره اللي شافها دي. طبعا يعني انت جيل طلع او جيل اتولد على حب الاهلي في الجيل ده. انت لما تكون اما يكون مثلا ناشئ طالع معاك ويشوف مثلا كباتن كبار مثلا زي ابو تريكه او كابتن وائل جمعه او كابتن بركات بيتمرن احسن ما اي حد بيتمرن، اللي هو لو ابو تريكه ما بيتمرنش هيلعب اساسي، بس هو بيهين نفسه في الملعب عشان عارف ان ده ربنا هيكرمه بدي، ان انت اما تخلص في ادائك في تمرينك عارف ان انت هديها توصلك ان انت في الماتش تبقى كويس. بص خدها كلمه كده، كان كابتن طارق سليم على طول كان بيقولها لي. انا كابتن طارق سليم الله يرحمه كان يعني من الناشئين معايا، كان مشرف على الكره في الناشئين، فعلى طول بيقول لي الكلمه دي، بيقول لي اللي هتعمله في التمرين هتعمله في الماتش، هتتدلع في التمرين هتتدلع في الماتش، هتتمرن جامد في التمرين هتبقى راجل في الماتش. خلاص خدها قاعده بقى، انا خدت القاعده دي في حياتي ان انا لازم اتمرن كويس في اي وقت،
هتوصلك ان انت هتبقى كده. ابو تريكه بيعمل كده، يدافع ويلعب ويجري ويعمل تكالنج فهي دي فعلا ربنا يدي كل واحد على قد ما بيعمله. انت بتجتهد اي عمل انت بتجتهد فيه ربنا بيديك على اساس العمل ده، صح، على قد قدر العمل هتتدلع مش توصل لنتائج. هي قصه اخلاص واتقان في العمل بتاعك. طيب تيشيرت ميسي لسه عندك؟ طبعا محتفظ بيه. انا عندي تيشيرت ميسي وعندي تيشيرت بيول. بس ميسي كارلوس بيول؟ لا، ما انا عملت ايه، انا خدت التيشيرت ميسي، انا اتكلمت معاه في الملعب. قلت له انا عايز، اول ما نزل قلت له انا عايز التيشيرت بتاعك، فهو قال لي خلاص تمام. قال لي تمام خلاص، يعني هو قال تمام هدولك خلاص. فانا الماتش ده اتغيرت. فانا بعد الماتش رايح عليه، فكذا حد كان رايح عليه انا نزلت تيشيرت، قال لهم لا نمبر 5 يعني، ف نمبر 5 راح جاي. فانا خلصت خدت التيشيرت ودخلت جوه، خارج تاني لقيت بيول خارج. فقلت له عايز التيشيرت بتاعك، راح مدوني بقى معايا اثنين. وكنت عايز الف لفه تاني على الباقي باخد مثلا 15 تيشيرت ولا حاجه. ما حدش من الفرقه قال لك حاجه قبل ما نخش في كواليس 2008 دي على فكره؟ دي 2008 دي ماتش القطن الكاميروني. القطن الكاميروني اللي كان 2-2 2-2 ده هناك ده. بالظبط كده. الماتش ده حصلت حصلت ماتش بعد بتاع، كنت انا وبتريك رحنا تحليل منشطات. بعد الماتش. قعدتوا كام ساعه بقى؟ قعدنا كتير قوي. ما انا كنت لسه هقول لك قعدتوا كام ساعه. خلي بالك انت ما بتلعب الماتش بيبقى الموضوع صعب عليك، بتفقد سوائل. بتفقد سوائل. فانت بتقعد يوم بتاخد تشرب ميه كتير قبل ما ايه تبدا عشان تجمع تاني الدنيا، فبتقعد بقى كتير قوي. فقعدنا انا وهو كنا لاعبين الماتش والدنيا كانت حر، قعدنا كتير قوي. انت يعني في غروه حراره 40 رطوبه 70-80%. فانت مش هتفقد سوائل، ده انت كويس ان اللعيبه ما جالهاش جفاف كده وجعانين. وبعدين بقى كله سابنا ومشي وراحوا الاوتيل عشان انت كان عندك طياره خاصه، كله بيحضر نفسه عشان يسافر. فقعدت انا وابو تريكه قاعدين بجد، ابو تريكه قاعد جنبي هبط وبجد جعان والجو اوضه حر جدا. لا والاقامه هناك في جروه وفي الكاميرون صعبه جدا، يعني مش هقول الكاميرون، ان الكاميرون ممكن في العاصمه مختلفه، البلد دي بالذات حر جدا. حاجة تانية. حر جدا. لا 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 حر جدا بالظبط البلد دي. فاحنا كنا الماتش هو كان شغال، انا كنت مثلا على نص الشوط الثاني كده مش قادر كمان. اللي كان هيموت بالنسبه لي كان بيلعب جنبي جيلبرتو. يعني جيلبرتو ده الافريقي الوحيد اللي شفته كانش بيحب الشمس خالص، يعني هو المفروض افريقي بيحب الشمس، اي ماتش فيه شمس جيلبرتو تلاقي شفافه بيضت وقاعد جنبي بيموت. فاحنا الجبهه بتاعتنا انا وجيلبرتو كانت فعلا كانت كنا ميتين فيها. انا بقول لك كانت في لعيبه في الكواليس، كان في لعيبه خلاص هيجي لها جفاف من كتر ما فقدت سوائل في الملعب بشكل غير طبيعي. الاجواء في الكواليس اللي زي دي، وفي اوقات طبعا انا عشت معاكم فترات زي ديت لما كنت بتسافر في ماتشات افريقيه، لكن في الفترات اللي زي دي شفت الاهلي ازاي كان بيتعامل. يعني الكابتن علاء ميهوب كان قريب قوي من اللعيبه، وكان دايما قعدته كلها مع اللعيبه وعارف كواليس اللعيبه. رمزي صالح شخصيه الهاديه الرزينه، لكن في نفس الوقت برضه تسمع منه افيهات. احمد صديق ده هادي جدا، تمام. محمد بركات من شويه انت شفته فوق دماغ ابو تريكه. يعني لا كان الجو مختلف. احمد شديد قناوي، لا يعني الجو كان احمد فتحي امير عبد الحميد، امير نايم في قطر، كان هو حارس المرمى في امير نايم في قطر كده. يعني عايش الناس في المباراه زي دي والكواليس دي كانت عامله ازاي؟ لا بص، هو عامه اجواء افريقيا حلوه. انت بتسافر معانا بس مش جروه. لا مش جروه، هي السفر نفسه انت بتنزل مطارات يعني سيئه جدا، الاشكال اللي بتشوفها سيئه مغامرات. جدا مغامرات. انا بعتبرها مغامرات. كنا نفرش على الارض ونقعد نلعب اونو ونقعد نلعب حاجات في اي حته، انا واينو وعاشور واحمد عادل. فهي الجو كان بيبقى طبعا الطياره الخاصه بتبقى حاجه كويسه جدا كانت بتريحنا. بس هي افريقيا كلها. انت فاكر انت ماتش انيمبا اما يا نهار ابيض اما رحنا ابا دي، ده انت رحت بعربيه ولا بعربيه وقعدنا نمشي في وسط الادغال والمجاري وقعدنا نمشي في حتت غريبه، وبعدين لقينا الناس بتاكل قرود راس قرد متعلقه راس قرد متعلقه وفي ناس ميت على اليمين وعلى الشمال. امين. فانت بالنسبه لك يعني واحد معلق بيبيع راس قرد، فيعني انا بالنسبه لي القصه كابتن حسن. كابتن حسن حمدي طبعا الناس المحترمه جدا يعني عرفتها في حياتي يعني. فانت بالنسبه لك كابتن حسن كان في ميزه، كان ما بيسيبناش في الماتشات دي خالص، على طول كان موجود معانا. انت بالنسبه لك دي اجواء جديده لما تلاقي ناس بتاكل قرود. فانت برضو الحاجات دي اما افتكرها دلوقتي انا مشتاق لها جدا. يعني لما اقول لحد مثلا نفسي اسافر نيجيريا، نفسي اسافر الكاميرون، نفسي اسافر الحتت دي، افتكر الذكريات بتاعت جنوب افريقيا. هي حلوه بعد ما بترجع، لكن وانت فيها قديم. هو موضوع قرايه الجرايد ده برضه قديمه. كانت اتلغت ازاي؟ كان فكره قرايه الجرايد كمان، كان في البعض يحب قوي يفتح الجرايد ويقراها. انا لحد دلوقتي كده. انت من ضمن اللعيبه اللي بتعمل كده دلوقتي؟ بحب كده. انا بحس ان الجرنان ده بحس عارف زي ايه، زي الراديو. انت اما بتسمع اغنيه عادي ممكن تبقى عندك على الموبايل، بس لما تسمعها في الراديو ليها رونق تاني. برضه مش ملاحظ حاجه واحنا بنتفرج؟ يعني المصحف طبعا، جرايد، محدش كان ماسك بقى فيسبوك ولا في واتساب. احنا كنا راجعين يعني خلاص، كان يعني الموضوع ده متهيألي احنا كنا راجعين خلاص. كنا كسبنا البطوله راجعين خلاص. لا ده احنا رايحين كده.
وانتوا رايحين على فكره دي كده احنا رايحين احنا راجعين كنا قاعدين نرقص وكنا لابسين تيشيرت اسود فكان في صوره متصوره انا وجلبرتو وفلافي كنا لابسين تيشيرت اسود ما كناش لابسين التيشيرت ده واحنا رايحين صح واحنا راجعين هنشوف هتكون معانا انيس بوجا احنا قعدنا نرقص وقعدنا نغني في البتاع قعدنا نغني كنا عاملين دوشه في الطياره الخاصه كنا عاملين فعلا احتفالات جامده جدا للبطوله دي فعلا كانت صعبه لان احنا المباراه كانت راحت مننا مستر فيدالجو على فكره من الناس المعد البدني كان فعلا فارق معانا جدا في شغلنا كان فارق معانا جدا في لياقتنا في الريكفري بتاعنا تلاحظ ان ما كانش فيه اصابات كتير في الوقت بتاع مستر جوزيه كانت اصابات كلها مثلا لو قدر حد جاله صليبي غضروف في الاصابات اللي بتاعت الملعب مش واحد مثلا اصابه عضليه مستر جوزيه كان بيركز جدا على على على, على الجانب البدني وعلى الريكفري كان بيقف نفسه على 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 الجاكوزي وعلى التلج كان يقف يعد لنا الدقائق والثواني بص بقى اللحظه دي انا عارف ان هي لحظه تاريخيه ليه انت قاعد في التكييف وفي الطياره وفجاه داخل فرن انا كنت عايز ارجع تاني والله صح كده بموت الجو اصلا غريب فجاه طلعت في فرن وفجر الطياره دي احنا نزلنا المطار ضلمه جدا جروه مطار جروه انت اصل مفيش غيرك مفيش غيرك والدنيا ضلمه جدا والاجواء حاره جدا انت بتسال يا عم طب فين الجوازات طب مين اللي هيختم هتلاقي نفسك فجاه الباب اتفتح طلعت الشارع سبحان الله يعني مستر جوزيه عمره كان ساعات بيبقى متضايق من الاجواء دي بس عمره ما وصل لنا الاحساس هو تملي متفائل يعني حتى بعد الصفاقس ما تعادلوا هنا وكان هم ليدر علينا في المباراه واحد واحد دخلت انا وهو الاوضه بتاعتهم دخل لهم انتوا بتضحكوا وتهزروا اضحكوا وهزروا هناك بقى انا هكسب منكم البطوله هناك اللقطه دي معروفه طبعا فاكرينها كلنا ضغط عليهم نفسيا وصل لهم رساله بعد صفاره النهايه بس وصل لهم رساله هو مستر مانويل كان استاذ في النفسي والجاليه المصريه هناك اهي الازهر كان الازهر والمقاولين العرب دايما موجودين في افريقيا هم بص الكاميرون ونيجيريا هتلاقي الجاليات هناك اكتر وفي غينيا تلاقي جاليات اكتر مصريين تمام مش هقول لك بقى وانت في الاوتيل لان ما كانش اوتيل انت كان المقر الاقامه في جروه دور ارضي وحش جدا يا اما كوخ يا اما اوضه 2 متر في 2 متر ومنك باب للشارع والسحالي السحالي كانت بتطلع لنا دي غير ما بيعرفش السحليه كبيره جدا ما انت لازم تحط حته تحت الباب بص اصلا القعده بتاعتك عامله ازاي يعني بص القعده دي ده في المطار يعني بص المطار ده شكل المطار بص عامل ازاي ده بوجه لا جروه ليها طقوس وليها ظروف وقتها بتبقى عايز ترجع وتخلص من الماتش بالمكان اللي انت فيه بس بيجي لك احساس بعدها انك عايز ترجع تاني في فرحه ان انت بتبقى رايح لهدف فالهدف بالنسبه لك انت ما بتبصش لاي صعب اللي بيبقى حاطط هدف قدامه وعايز يوصل له عمره ما بيبص للصعب فانت طبعا الحاجات دي كلها الصعاب دي انا شايف انها كانت بتزيدنا اصرار صح للعيبه اللي انت لما تروح حته تلاقي اللي قدامك بيستفزك يعني اما رحنا لعبنا انيمبا كانوا بقالهم 3 سنين ما بيخسروش على ارضهم وكانوا واخدين اخر بطولتين 1-0 2003 2004 استقبلونا في المطار اسوا استقبال والملعب اللي احنا كنا بنبص في الملعب ده ملعب جروه بالظبط الاستقبال اللي استقبلونا في المطار وحش والملاعب كانت وحشه مستر جوزيه قعد يزعق لهم في الملعب كلهم وصوته فعلا عالي وكان اتعصب جامد جدا عليهم ووصل لهم رساله نفسيه ده بعد الماتش على طول بعد نهايه المباراه اللي كان بيديرها الحكم الجزائري جمال حيمودي وحسب لها كويس وحسب لها ضربه جزاء لان هو الوقت الحاسم في ضربه الجزاء كانوا هم فعلا كانوا ضاغطين علينا جامد جدا لان هو بعد 2-1 هم كانوا مسيطرين على المباراه كامله الجول اللي دخل فينا في اول الشوط احنا جبنا جول هم تعادلوا في اخر الشوط الاولاني بالظبط دخلوا في الماتش خلاص جالهم امل هم فضلهم خلاص 3 جوان وخلاص يبقى بالنسبه لهم خلاص خدوا البطوله جابوا جون في الشوط الثاني في الاول فكده بداوا يخشوا في مجال المباراه يعني اصلهم جونين وياخدوا البطوله بالظبط الجون بتاعنا اللي جبناه بتاع ضربه جزاء اللي بركات عملها وشادي حطها وكان معاه جمهور بس هو الملعب صعب جدا فعلا الشمس هناك مميته يعني الناس فعلا يعني الناس ما كانتش بتلاحظ كم التعب اللي احنا كنا بنشوفه في افريقيا الناس مهما انت بتشوف الفصول كلها في نفس اليوم تمطر والشمس طالعه مره واحده برد مره واحده حر يعني الفصول كلها في نفس اليوم دي صعبه جدا كانت اجواء صعبه جدا 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 لكن الغريبه كمان في الماتش ده فاكر كان عيسى حياته موجود والمدينه دي مدينته يعني هو بلده كاميروني ومن جروه حتى بلده يعني بالزبط. هو كاميروني حتى لو هو كاميروني هو بالنسبه له يكسب بس لا ما اعتقد ان لكن العداله التحكيميه ان جمال حيمودي يحسب ضربه جزاء ويقتل المباراه طبعا ممكن ما يحسبهاش على فكره كان يعني هي الخطه ان بركات معدى من المدافع بتاعهم عادي الاحتكاك قدم كل احتكاك عادي ويمشيها طب ما العرجون في الماتش النجم الساحلي لما دبحنا في الماتش ضربتين جزاء يعني لو معلش لو واحد حكم اعمى هيحسبهم بالظبط مش انت الحكم لو عايز بص الحكم لو عايز يبقى فير معاك بص ادي النادي الاهلي عداله تحكيميه هناخد كل البطولات الحكام لما بيكونوا عايزين مش عايزين يكسبوا الاهلي مش هيكسبوا انت ما بتخسرش كوره ما بتخسرش كوره ده ظرف مباراه النجم هنا وفي سوسه ما بتخسرش كوره عامه احنا حتى البطوله الوحيده اللي انا خسرتها
في 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 بطولات افريقيا اللي هي البطوله، خدت الحمد لله كل البطولات كسبتهم النهائيات، البطوله الوحيده 2007 فعل فعل هناك وهنا. اه واضح قوي ان البطولات هناك وكان ضربه جزاء، ده ضربه جزاء رسمي، ده طرد. انت اديت انذار بركات حرمته من المباراه النهائيه، وفي نفس الوقت ضربتين جزاء هنا يتحسبوا ما اتحسبوش، فباين قوي ان فعل فعل هي حاجه ممنهجه ان احنا نخسر البطوله. طيب البطوله دي كانت اول بطوله افريقيه لامير عبد الحميد وهو حارس اساسي مع النادي الاهلي. اه وانتوا كنتوا في خط الدفاع، التعامل كان ازاي وامير كان عايش الاجواء دي ازاي؟ ولو في مواقف انا اكيد اثق ان كانت في مواقف. بص امير من الشخصيات اللي تعبت قوي في حياتها. امير شخص يعني امير زميلي من واحنا في ناشئين الاهلي، احنا كنا ناشئين الاهلي انا وامير مع بعض ناشئين. هو اكبر مني في سنه بس انا جت سنه كده حصل دمج لمواليد 79 و80 مع بعض، فبينه وامير مع بعض انا من اقرب الناس ليا امير على طول. امير استحمل كتير، ف اما لعب احنا كنا عايزين نشيله لان الظروف اللي لعب فيها ظروف مفاجاه، موضوع الحضري ما مشي، فمره واحده امير لقى نفسه زي ما يكون انت حطيته ايه وش المدفع بالظبط. فاللي بيتحط في وش المدفع ده احنا دورنا كلعيبه ان احنا لازم نشيله. امير عنده خبرات كويسه، بيتمرن كويس جدا، فدي فرقت معاه قوي لما بدا يلعب. حس ان فعلا ان انت ما انت خلي بالك انت لما تكون بتلعب اللي قدامك مطمنينك دي تفرق معاك، غير لما تكون بناخد ثقه. احنا بص احنا بناخدها خط خط، يعني الجون حس الدفاع كويس، الدفاع حس نص الملعب كويس، نص الملعب حس المهاجمين كويسه، فانت خلاص حاسس ان انت كل مكان في الملعب في ثقه، فاحنا بنثق في بعض كلنا. لاعب طبعا البطوله دي بالنسبه له كانت مهمه جدا، لان هي بعد 2007 بعد الموضوع الحضري امير لعب على طول البطوله دي، وكانت اول بطوله ليه، حته انه يكسبها حته نفسيه كويسه ليه جدا جدا جدا، ان هو اول بطوله يلعبها ويكسبها، خصوصا انت خسران البطوله اللي قبلها 2007 قدام النجم الساحلي، فدي اتحسبت له كويس، خد خبرات كويسه، بدا يلعب بعدها وعمل اداء كويس جدا في النادي الاهلي. طبعا امير من الاجوان اللي انا بحبها جدا، لعبت معاه بحبها جدا يعني. وانتوا موجودين في الاوتيل او الكوخ اللي كنتوا قاعدين فيه، كان في نت بقى ولا الدنيا كانت فاصله وكانت الكهرباء بتقطع؟ مفيش اي حاجه. انت التكييف اصلا التكييف جاب سخونيه يعني، انت والله مفيش. ما انت بص انت لو همت نفسك بنشتغل. لو همت نفسك يعني انت برضو ايه في وقت كده، لو انت همت نفسك من اللي بيحصل خلاص هتفقد كل تركيزك حاجة. فانت لازم تحس ان ده عادي، لا مش مشكله. المراتب عامه اللي انت بتنام عليها متعبه جدا، انا كنت بقوم من النوم ظهري وجعني جدا، واقعد اروح للمدلك يفك لي ظهري. النومه نفسها يعني النومه نفسها مش مريحه. طب انت بتتكلم في 2008، انا هقول لك على موقف حصل في 2013 لما المباراه عادت مرتين، يعني المباراه لعبت وتعادت بسبب الامطار. انا فاكر في اول مره لما دخلنا الاوتيل كان غير الاوتيل اللي خدناه في 2008، دكتور ايهاب علي داخل الاوضه بتاعته لقى الاوضه كلها ميه والميه حوالي متر على الارض ومحطوط لك طوب عشان تقدر تخش لغايه السرير. ففتح الباب لقى كده، فراح رجع تاني للريسبشن فقال لهم طب المشكله تتحل ازاي؟ قالوا له لا هو كده لغايه لما تخلص وتمشي. بقى في الميه، اقعد في الميه كده وحط لك طوب عشان تطلع لغايه السرير. نام بميه بقى عشان تقعد في الميه. لا الدنيا بص هو يعني الناس ما تعرفوش برضو، الناس بتبقى يعني جمهور الاهلي عايز البطوله. تجيب بقى البطوله دي ازاي؟ مش مشكلتنا احنا عايزين البطوله، بس انت لما تحكي موقف زي ده كده يعني انت اقل حاجه ادميه بالنسبه لك كلاعب كوره النومه بتاعتك، تنام نومه نظيفه عشان يبقى ما انت لو مش نام كويس مش عارف تلعب. فتخيل بقى انت كنت يعني انت كنت ماتش انيمبا اللي كان هناك، انيمبا ده انيمبا رحنا الاوتيل الاولاني اللي هو في ابا ده في في ابا نفسها في ابا. فانت لما دخلت انت عايز تسافر عايز تاخد شاور، كنت قاعد انا ومسلم في الاوضه، فبفتح الحمام مفيش دش، مفيش سماعه دش، حاطط لك جردل تملى ميه وتعادي تتعامل بقى خلاص. هتتعامل هتعمل ايه؟ انت بيت امر واقع، هتعمل ايه؟ ده حقيقي حقيقي. الحاجات دي كلها بتخليك تنزل، اما جوزيه يخش كده جوزيه بقى يلعب الحته النفسيه، يخش يقول لك هم بيعملوا حاجه كده بس احنا هنكسبهم، يشحنك يقلب الموقف السلبي لايجابي ليك انت. ممكن واحد تاني بقى مدرب تاني يقول لك ايه العرف ده بيعمل ايه؟ في مدرب تاني يحط اسباب للهزيمه يحط اسباب للهزيمه، يقول لك طب انا ايه ما اقول ايه ده انا دخلت الاوتيل ما لقيتش ميه، دخلت الاوتيل ما فيش اكل، فاللعيبه عشان كده اللعيبه مش قادر. لا جوزيه، لا جوزيه ياخد الموقف بايجابيه، يقول لك لا انا بص اللي حصل ده احنا هنكسبهم، اللي حصل ده خلينا نكسبهم. لا ادغال افريقيا فيها حكايات وقصص لو كلنا فيها من النهارده لبكره. دي كانت فيها وبعدين بنتكلم احنا بنتكلم في الفئه الجديده 2008 و2013 يعني هم بيتعمدوا يعملوا كده. وبعدين زيطه بتحصل وحاجات بتحصل في الاوتيل وناس راحه وناس جايه وانت وموتوسيكلات لا موتوسيكلات فاكر الموتوسيكلات عطبيه جدا، تلاقي الصبح 50,000 موتوسيكل طالع من جنبك واصوات
الموسيقيات طبعا بقى الصيني اللي عندهم دي صوت عالي، فانت ما بتنامش، انت بالنسبه لك انت الموضوع يعني كله عدم راحه، يعني كله عدم راحه، كله عدم راحه، ما فيش حاجه بريحك ولا اكل. انا كان بيجيب معانا انا ولا حاجه، بس عشان انا الشيف ما كنتش باكل حاجه، انا كنت مبدئيا بروح جايب معايا حاجات اكل وتونه، ما بعرفش انا ما بخش. بس الكلام ده قال لي ما يكونش الشيف الدالي كان موجود مع البيت. انا الشيف الدالي بقى يجي معانا بقى جوزيه بدا يجيبه بعد 2000 في 2008 لما رحنا ماتش القطن بدا يبقى في شيف معانا وفي حاجات كويسه. بس انا بالنسبه لي انا بقرف جدا، يعني ممكن اخش مثلا المطعم اشم ريحه خلاص مش هاكل اي حاجه، فانا بقى خلاص اضمن لا اكل جبنه وبتاع. بس دي طبعا مش الريحه من على الباب بره، ريحه اصلا اللي بيعمل لك الاكل ده انا مش عارف هو مين ولا ايه ولا بيغسل ايده ولا ما بيغسلهاش. فانا بالنسبه لي لا، كنت اجيب معلبات واقعد مثلا اكل تونه، اكل جبنه، اكل حاجات كده اهو الواحد بس جوع غلط. بس الحاجات طبعا ما بتنفعش لعيب كوره، ان هو انت عايز تاكل حاجات فيها نشويات وحاجات فيها بروتين وحاجات كده عشان جسمك، خصوصا في الحر والحاجات اللي هناك. بس كنت عامل ايه؟ انت مجبر على كده. ده حقيقي طبعا. لا افريقيا فيها كواليس وحاجات، بس تبعد عنها تبقى عايز ترجع لها تاني. لك انا مش مشتاق لاوروبا اكتر ما مشتاق لافريقيا. يعني اما اتكلم مثلا اينو اقول له ايه او حسام عاشور اقول له فاكر مش عارف لما نزلنا مطار ايه وكان فاضل ترانزيت فقعدنا على الارض وقعدنا نلعب اونو ومش عارف ايه. فاحنا كنا على طول بنعمل الحاجات دي. احنا كنا كان الشيف عنده الاكل بتاعه جوه جايب معلبات وكده، فالشيف كان بينام حاطط المفتاح بتاع الاوضه اللي فيها الاكل معلقه في جسمه. فانا واينو طلعنا مره عشان نسرق المفتاح، عارف بقى الافلام طالعين ايه، نتسحب نسحب وهو يتقلب رحنا مستخبيين لحد ما خدنا منه المفتاح سرقناه. قعدنا فكنا لنا وينو فكنا المفتاح وخدناش نروح نجيب اكل من بتاع جعني. كابتن حسام بدري كان قافش قوي ان احنا بتعرف كابتن حسام ما بيحبش موضوع الاكل خالص. لا والشيف محمد استحاله طالما خدت تعليمات. هو كابتن حسام مديله تعليمات ومكهربه، فهو الراجل مش عارف يعمل ايه. انا في مره كنت انا وزميلي احمد يحيى المصور كنا طالبين منه برضه حاجه زي دي بالليل، فالاول بيقول لي ايه ليك ولا لحد تاني؟ قلت له لا لينا. قال لي ما يكونش حد تاني. قلت له هو حد موصيك؟ قال لي ايه وعلى اللعيبه. طبعا ما هو المشكله هو كابتن حسام كان بيتصرف صح فيها، ان يعني انت فعلا الموضوع ان انت تاكل اصل انت بتقعد يومين، فتلعب ماتش زي ده وانت اوفر ويت او انت وزنك زايد دي بالنسبه لك هتبقى صعبه جدا. صح. فهو فعلا بيحافظ على الحته دي. بس هي لعيبه الكره عامه على طول جعانين، وبالذات في المعسكرات. يعني انا ممكن بره المعسكر ما اكلش، بس اجي في المعسكر بالذات لما يكون معاك واحد زايقينه بقى يعني بطنه فيها حنش عمال عايز ياكل طول ما قاعد عايز ياكل. اينو بتطلب معاه اكل بعد الساعه 1 2 بالليل. اينو على طول واحنا قاعدين بالليل مثلا في معسكر نبعت نجيب اكل شاورما، نبعت اقول له اينو انت بتجيب الحاجات بتاعه الحموضه اللي مش تنفعنا في الماتش. عاشور كده على طول، عاشور طول ما قاعد هبعت اجيب حواوشي. يعني اروح مش عارف اجيب ايه واحنا في المعسكرات الماتش اللي هو اليوم واحد بالظبط. عادي بس كان عادي يعني ننزل ماتش نبقى رجاله بقى، مش بتفرق معانا الحاجات دي. كواليس جميله جدا يا احمد، وفكرتنا بايام ممتازه وكانت دايما كمان الكواليس دي مرتبطه ببطولات وانتصارات. فكانت جميله جدا. لكن استاذنك اطلع فاصل لان محتاجين بقى نتكلم عن كاس الامم الافريقيه شويه، وعندنا كواليس واخبار متعلقه ببطوله الامم الافريقيه بتنظم في مصر. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نتواصل في الحديث مع كابتن احمد السيد عن كاس الامم الافريقيه ونتائج الجوله الاولى في كل المجموعات وفرص مصر في هذه البطوله والاستعداد لمباراه الكونغو غدا ان شاء الله في الجوله الثانيه. اهلا وسهلا بحضراتكم واستكمال الحوار بعد الفاصل مع الكابتن احمد السيد. وعايز اقول لكم يمكن منذ قليل انتهت مباراه الكاميرون وغينيا بيساو، اولى مباريات المجموعه السادسه والاخيره بفوز المنتخب الكاميروني حامل اللقب بهدفين مقابل لا شيء. وبعد قليل ان شاء الله في العاشره مساء تنطلق المباراه الاخرى بين المنتخب الغيني والمنتخب البنيني. كابتن احمد، الحديث بقى عن بطوله الامم الافريقيه، واكيد البطوله السنه دي ليها شكل وانطباع خاص لان البطوله فيها 24 منتخب عكس ما كانت كل المرات 16 منتخب. في منتخبات موجوده لاول مره، في منتخبات مرشحه باسمها، وفي منتخبات على الورق اقوى من الفرق المرشحه. تعليقك بشكل عام. في منتخبات فاجئتنا وفي منتخبات فاجئتنا زي مدغشقر. فرق كتير مدغشقر، انت يعني تتكلم في خمس ست فرق موجوده في البطوله عمرها ما كانت في الحسبان خالص، وبتحرق الفرق الكبيره. كان كاداء في الملعب. اداء في الملعب ما هو انا قبل البطوله كنت بتكلم مع واحد صاحبي قلت له بص ركز مع الفرق الصغيره. انا فرقه مدغشقر دي من زمان سامع عليها، فرقه مدغشقر اللي فيها فوافي باولو فوافي بتاع المقصه، تركز معاها. فعلا فرقه كويسه جدا. افريقيا دلوقتي بقى غير الناس بتفكر فيها زمان، اساليب التدريب اتغيرت، الفكر بتاع الناس اتغير خالص، بقى في تقدم. فريق بوروندي لعب نيجيريا، كل الناس شافت الفرقه عامله ازاي، وصلت كتير جدا. انت زمان الفرقه دي بالنسبه لك اما حتى كنا على مستوى الانديه اما كنت بتلعب فرقه بتجيلك من بوروندي ولا من اوغندا تقول الحمد لله دي حاجه سهله، مكسب سهل رايح جاي. سهل بالنسبه لك. الفرق دي دلوقتي طلعت على فرق كبيره كانت موجوده زمان، زي مثلا اشانتي كوتوكو، اسك ميموزا،
اتكلم على فرق صح. كانت على مستوى الأندية طبعا. ما هو مستوى الأندية، مستوى الأندية ده هو اللي بيعكس مستوى المنتخبات. منتخب مصر لما كان جامد من 2006 2010 ليه؟ الأهلي كان جامد حقيقي. هو ده، فهو ده اللي بيعكس مستوى الأندية، بيعكس مستوى المنتخبات بتاعتها. مستوى اللعيبة اللي عندك احترفت قد ايه. مسكت منتخب غينيا، غينيا اللي احنا لعبناها ماتش ودي، اللي كان بتلعب مدغشقر احلى ماتش بالظبط، مدغشقر وغينيا احلى ماتش، عندهم كام محترف؟ عندهم انت ناس ما تسمعش عنها، عندهم لعيب اسمه ابراهيم، ابراهيم توري بيلعب في مونشن جلادباخ في المانيا، عندهم ناس كتير محترفه. فانت بالنسبه لك دلوقتي الفرقه انت كنت بالنسبه لك دي فرقه ضعيفه، لا عندها محترفين كتير، الدنيا تطورت جدا. ناميبيا، ناميبيا اللي لعبت، لعبت المغرب، عملت مباراه دفاعيه ضد المغرب طبعا غير طبيعيه طبعا. واقفين كويس خلاص بقى. احنا انطباعنا زمان عن الافارقه ان هم بيبقى عندهم حته اللي ما عندهمش وعي تكتيكي في الملعب، ان هو بيبقى فيه لعب عشوائي شويه فبيجروا في اي حته. لا دلوقتي لا. انا فاكر اخر مباراه لناميبيا لما افتكرتها يعني في التاريخ، كانت مصر كسبتها في اسكندريه 8-2. 8 لا 8-2 ومضيعين مثلا 14000 جون مثلا. 8-2 بشوف ده من المغرب وفرقه واقفه في الملعب دفاعيا ممكن يوصلوا يعني. انت يعني انت المغرب انت جايب جون في نفسه صح، غينيا جاب، ناميبيا جاب جون في نفسه بالزبط. يعني انت مش كسبان بكره مثلا، انت عامل اداء ولا حاجه، مش لعبه مثلا طبعا. طبعا كل الناس اتفاجئت. انا عاجبني جدا منتخب الجزائر، منتخب الجزائر من المنتخبات المحترمه جدا، بيعملوا هاي بريشر ضغط عالي في طول الملعب، عندهم فرويد من يعني من اقوى الفرويد اللي شايفها فرويد عرب. لا انا شايف بغداد مش مدي فرصه، كل الكور كل الكور المشتركه واخدها، كل التحامات هو اللي واخدها، كل كره بتتلعب له بيقف عليها كويس. بغداد بنجاح كان مع النجم وحاليا في قطر طبعاً. يوسف البلايلي مع الترجي التونسي، رياض محرز في مانشستر سيتي، وراهم في نص الملعب سفيان في جولي. لا فرقه، فرقه ثقيله وصغيرين. وبص التملي انطباع، انطباع الناس عن الجزائر ان هم ما بيكسبوش البطولات اللي تبقى على ملعبهم بس. لكن انا شايف الفرقه دي لا فرقه قويه جدا. طيب. فعلا هنخش في تفاصيل كل المنتخبات، وعندنا كمان يعني اخبار متعلقه باختيار كمان المدربين، المديرين الفنيين في كل منتخب جت ازاي. لان الاختيار هنا في النهايه هيدينا رساله، ان كل اتحاد هو بيختار المدير الفني عنده رساله عايز يوصلها، وفي النهايه في نتيجه هتوصل لده. لكن ابدا معاك بالمنتخب الوطني، مصر امام زيمبابوي والاستعداد لمباراه الكونغو، ايه اللي شفته في مباراه زيمبابوي ومش عايزه يظهر في مباراه الكونغو؟ وهل نلعب بنفس التشكيل ولا يغير عنصر او اتنين؟ بص انا انا عامه هتكلم عن الايجابيات اللي في المباراه، ان انت كسبت بس، دي الايجابيه الوحيده، حمى البدايه بس، حمى البدايه وان انت كسبت خلاص. يعني انت يعني لو كنت عملت اداء كويس وخسرت كان الناس مش تقبل بحاجه زي كده. انت دي، لكن انت كعايز بقى تحلل كتحليل فني للمباراه، لا المباراه مش مقنعه خالص، والناس ما كانتش مبسوطه خالص من الاداء نفسه. منتخب مصر عنده مشكله واحده اللي هي الاختيارات، الاختيارات. انت ما عندكش حد بره يعمل الفرق ليك. انت منتخب مصر كتشكيل قوي جدا، لكن كاوراق كبدايل، بدايل واوراق بره ان انت ممكن تستغلها مش موجوده. مدرب الذكي يا محمد لازم ما يحرقش كل اوراقه. مظبوط. مدرب نيجيريا عمل ايه؟ ما بداش احمد موسى بالظبط، والفرويد رقم 9 اللي اسمه اجالو، اجالو اللي هو اوديون اجالو ده. مين اللي كسبه لما نزل؟ الاثنين بترمي. مين اللي عمله الاسيست؟ احمد موسى. مدرب الذكي ما بيحرقش كل اوراقه بالظبط. في ماتشات بنتفرج عليها مثلا في الدوري الانجليزي تلاقي مدرب مثلا لعيب مثلا في الفرقه هو النجم بس هو قاعد احتياطي. هو مش معيد احتياطي عشان هو بيعاقبه، لا معيد احتياطي عشان انا عايز استفيد بيك. لكن انا شايف ان منتخب مصر يعني منتخب مصر نفس المعنى بدون قطع كلامك كابتن احمد، المغرب برده مع رونار ما بداش بسفيان بوفال. ده يعني عايز اقول لك اهم من الناصري مليون الف مره. هو المدرب ما حرقش الورقه وخلفش الثاني. ما تحرقش ليه؟ انت مش واثق ان اللي عندك في الملعب دول ممكن يبقوا موافقين، فلازم يبقى عندك ناس بره. انت بدال عندك بره مين اللي ممكن يعمل فرق؟ انا بصيت على التشكيله او الاختيارات اللي تمت، ممكن بس واحد او اثنين. وليد سليمان بس، وليد سليمان، وليد سليمان، وممكن عمرو ورده. الباقي كله مش هيعمل لك فرق. انت رامي كل اوراقك في الملعب، فالناس دي لو مش موفقه انت هتعمل ايه؟ الباقي كله مفيش خبرات كمان. لو مش موفق هتعمل ايه اللي في الملعب؟ الناس اللي موجوده في الملعب طبعا وارد جدا. فالمدرب الذكي الناس كلها، انا بتفرج على ماتش نيجيريا، بتفرج على كل الماتشات. احمد موسى فين؟ اه اوديون ده فين؟ اجالو ده فين؟ فين؟
يعني إيجالو ده أقوى من اللي كان بيلعب اللي هو الطويل ده، أقوى منه بكتير. بس لما نزل خلاص لازم أنا كمدرب لازم يبقى عندي أوراق، مرميش كل أوراقي، لازم عندي ناس بره أبدأ أستخدمها في الوقت المناسب. نفس الفكرة عملها المدرب غينيا، بس المباراة هربت منه لما ما بدأش بنبي كيتا. طبعا هو عايز المباراة هربت منه. يعني أنا بس معترض على الاختيارات بسبب، يعني أنت الناس كلها محدش يختلف على 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 قيمة ومهارة رمضان صبحي. ماشي، في ناس شايفه ان هو رمضان رغم ان هو ما بيقدمش المستويات اللي الناس عايزاها منه، بس عنصر لغنى عنه، عنصر لغنى عنه في منتخب مصر، هو وكهربا، محمود كهربا، خد واحد ثالث، صالح جمعه. مظبوط. مين بديل عبد الله سعيد؟ صالح جمعه الفتره الاخيره كل الماتشات اللي نزل فيها مع الاهلي عمل الفارق، ده ما يستحقش يكون موجود. انت واخد قرار من الاول ان انت صلاح هتستخدمه كفيرود، واخد 3 فراوده ليه؟ والمباراة القادمة اعتقد ممكن يحصل ده. لا يعني انت واخد 3 فراوده ليه؟ كوكا واحمد علي ومروان. مروان انت واخد 3 فراوده ليه؟ بدل ما انت كده كده عندك عنصر اللي هو بتستخدمه كوينجر جوه الفرقة، وينجر بتلعب وينجر، ممكن تعمل تبديل تكتيكي وتدخله فيرود، واخد 3 ليه؟ ما تستفاد يعني مع احترامي للناس اللي موجودة، رمضان وكهربا الناس بتتكلم عليها ان هو ممكن يكون ادائهم عشوائي، لا بس بالعكس، انت محتاج في وقت واحد عشوائي، واحد ياخد الكره، كهربا ورمضان صبحي كهربا بيخش لجوه وبيشوط على الجون وبيعدي وبيعمل مشكله للباك على طول. كهربا ممكن يكون عنده مشاكل دفاعيه هو رمضان، بس الحلول الهجوميه عنده ان انت على طول بيعمل قلق للباك اللي بيلعب عليه. بس اقول لك على حاجه، بالعكس ايام كوبر كان بيستفيد بوجود كهربا ورمضان في الشق الدفاعي. ما هو بص حسب طريقه اللعب يعني انت تلعب بيها، يعني اقصد عندهم دي كمان، عندهم بس هي انت هي هو مش ناحيه قويه قوي، يعني عندهم انت بتهاجم كويس اللي هو انت ليدر على الفرقه اللي قدامك، لكن لما تكون فرقه هي بقى ليدر عليك وبهجمك هتضطر تحتاج لكل واحد. اوراق مهمه جدا، اوراق مهمه. رمضان وكهرباء على طول انا بحس ان هو عامل قلق للباك اللي بيلعب عليه ما يخلوش يتقدم، فلازم يكونوا موجودين. عبد الله جمعه لازم يكون موجودين، صالح جمعه لازم يكون موجود. انت بقول لك واخد قرار ان تلعب بثلاثه فراوده، بتلعب بصلاح فيرويد، واخد ثلاثه ليه؟ ما تخلي اثنين واجيب وينجر، وينجر يبقى عندي، يبقى انا استفيد بيه. كهربا انت بطوله الجابون اللي كانت البطوله الاخيره كهربا في كل الماتشات اللي نزل فيها عمل فرق. صح، كل الماتشات اللي نزل فيها مين اللي جاب له جول المغرب؟ ابرزهم ماتش المغرب في الدقيقه 87، كل الماتشات اللي نزل فيها عمل فرق. فانت لازم تكون كهربا لازم يكون كان موجود. انا شايف ان هو صراحه كهربا، رمضان صبحي، صالح جمعه، عبد الله جمعه، لا ده يعني خانوا الاختيارات فيهم شويه، لان طيب بقت دي الاختيارات الرسميه ولعب مباراه وعنده مباراه بكره تانية. ومباراه بكره مش بتكلم في صعوبتها، لان مباراه بكره مش صعبه بالمعنى اللي هي كلمه ان بتلعب فرقه كوره صعبه قوي، لكن مباراه صعبه في اطار النتيجه نفسها، ان انت بتلعب فرقه خسرت اول مباراه امام اوغندا. البعض بيقولها مفاجاه وانا شايفها مش مفاجاه، لان اوغندا على المستوى الفني بالمحترفين اللي عندها اللي بتلعب في دوري ابطال افريقيا سواء في سان داونز او في سيبا التنزاني، لا امكانيات فنيه عاليه جدا طبعا، ومعاه مدير فني ليه خبرات في افريقيا زي ديسابر طبعا. لكن مباراه الكونغو شايف المنتخب ايه اللي ممكن يعمله في المباراه ديت، او التشكيله اللي ممكن تلعب المباراه دي؟ بص هي المباراه صعبه بكل المقاييس، الهزيمه بتاعت الكونغو مباراه اوغندا صعبه المباراه، ان هو اي حاجه سلبيه هتحصل في المباراه دي للكونغو خلاص بره البطوله، هو بالنسبه له مباراه عنق زجاجه، ان انا لو خسرت انا بره البطوله، هو نازل خلاص بالنسبه له بالبلدي قاتل مقتول، انا هنزل اكسب خلاص مش شخصي. هي مباراه صعبه جدا، يعني اعتقد ان هو ممكن يعمل حاجات كثيره في التشكيل، ممكن يعني ممكن انا ممكن احتفظ بتريزيجيه مش عيب، ابدا بورده واحتفظ بتريزيجيه ينزل الشوط الثاني مش عيب، معقوله وابقى العب بصلاح فيرود واخلي وليد سليمان مش عيب، انا اربك حسابات المنافس ان هو بيلعب على تريزيجيه. تريزيجيه مش كده ممكن اربك حسابات انا؟ لا ليه، انت فجاه عملت تغييره في التشكيله الهجوميه في 2 3 ممكن تخلي زي ما هو مروان محسن وصلاح وورده، بس هو بيعتمد دايما على ورده مكان عبد الله السعيد. لا ما ورده، بص ورده لعيب كويس، يعني ورده برده من الناس اللي عامل زي كهربا، اللي انت عارف اللعيب انت مش عارف هو عايز يعمل ايه، زي تريزيجيه انت مش عارف هو عايز يعمل ايه. تريزيجيه من اكتر الناس في الدنيا اللي هو جاي لك انت مش عارف هو عايز ايه، هو كان ناقص بس يجيب جون زي الار 2. ما هو بس هو بدا يعملها، هو الاول كانت رجليه بتفتح منه وهو بيشوطها، هو نفسه في الجون ده. لا هو ميزه تريزيجيه، لا عيب تريزيجيه ان هو كان بيتمرن معانا صعب معانا، هو الفينش، لا هو الولد حماسي قوي فبيخليك تاخد قرارات غلط، يعني هو على طول متحمس عايز يعمل كل حاجه في الكوره فبيطلع قرارات غلط،
لكن هو طبعا لا، هو تريزيجيه من الناس اللي تبقى جايه لك مش عارف هو عايز يعمل ايه، عكس مثلا صلاح. انت صلاح عارف اسلوب لعبه، تحركه وتسديده، تحركه بيخش وبيحط عارف، لكن تريزيجيه مش مفهوم. انا متوقع يكون نجم البطوله المنظمه مع تريزيجيه عشان بص اللعيب اللي مش مفهوم ده اكتر لعيب تخاف منه. يعني انت عارف مثلا فيرود مثلا زي مهاجم زي احمد رؤوف اللي كان في الاهلي عندنا، احمد رؤوف على طول بيحب يطلع قريبه صح، فانا كمدافع فاهم، لكن في ناس ما تفهمش عايز ايه، مره يروح على البعيده قريبه، فانت مش عارف هو عايز يعمل ايه. سيد بيسمينه عشوائي ليه؟ عشان انت مش عارف هو عايز يعمل ايه، مش عارف تحركه، هو نفسه مش عارف يعني. هو نفسه مش عارف هو بيعمل ايه. فانا بالنسبه لي اما كنا نلعب في افريقيا الفرقه اللي هي الضعيفه كنت ما احبش العب قدامها، لان هم مش عارفين هم عايزين ايه. تلاقي واحد بيجري ورا الكوره، خمسه بيجروا وراها، لكن الفرق اللي هي التكتيكيه زي مثلا بتلعب الترجي، بتلعب الوداد، بتلعب النجم، لا عارفين هم بيعملوا ايه، عارفين يقفوا ازاي، بيقفلوا ازاي، يقفلوا الملعب ازاي، يلعبوا زون ازاي، لكن الافارقه لا، نازلين حماس وجري وخلاص مش فاهمين حاجه. تمام. طيب وجود الجمهور بكره طبعا مباراه منتخب مصر كامله العدد، الاستاد متقفل، الجمهور بكره شايفه ازاي؟ انا شايفه بالنسبه للاعبتنا اللي انا شفته في اول ماتش ضغط على اللعيبه، ضغط على اللعيبه طبعا. طب اقول لك على حاجه قبل ما نخش في تفاصيل اجابه هذا السؤال، نخرج لتقرير نشوف راي الجمهور في حضور الجمهور في مباراه كاس الامم ومباراه مصر تحديدا، وهل ده هينعكس ايجابا بعد كده بعد كاس الامم ولا لا في حضور الجمهور حتى في المسابقات المحليه. اوكي نخرج الى فاصل نشوف في التقرير التالي راي الجمهور في هذا الموضوع، ثم نعود الحديث مع كابتن احمد السيد بعد هذا التقرير. ده مؤشر، ومؤشر قوي جدا ومتاخر، واحنا جالنا مؤشرات كثيره كنا المفروض لازم، لان هي كره من غير جماهير، كره من غير جماهير للاسف بعيده جدا عن الكره اللي الناس بتستمتع بيها والكلام ده. فطبعا مؤشر مهم جدا ولازم نستفاد من اللي حصل والمنظر الجميل ونبني عليه كويس جدا ونشتغل على الموضوع ده، لان لو احنا ركزنا فعلا الجماهير فعلا هي عايزه تخش المدرجات، يعني اعتقد ان خلاص ما بقاش فيه لا دماغنا لا شغب ولا الكلام ده قد ما احنا نرجع ونستمتع فان شاء الله خير، يعني تكون عوده حميده باذن الله. يعني طبعا المنظر مشرف وجميل جدا وحضاري، والشركه اللي ماسكه بصراحه شركه تذكرتي ديت دخول مشرف، ولجنه كويسه، ولجان على اعلى مستوى، على مستوى الجمهوريه كلها، كله شغال من رئيس الجمهوريه الاصغر واحد في اللجنه. طبعا ان شاء الله، يعني استاد القاهره ده معروف اللي هو استاد الرعب. بعد كده التنظيم هناك على اعلى مستوى، يعني حتى الامن بتوع افراد الامن معاملة كويسة جدا هناك، وموقع تذكرتي ده طبعا بشكر جدا لانه هو سهل على الناس كلها، وبعد كده في السوق سودة وكل تذكرة بتوصل لصاحبها. يعني طبعا احنا اولا بنشكر كل القيادات اللي في البلد اللي قامت بالتطوير اللي احنا شفناه، والحاجة الجميلة والزهور الطيب لكل اللي هم عملوه. اولا عودة الجماهير هي عودة الروح للكرة المصرية، عودة الجماهير هي تعتبر الغطاء اللي بيعمل جو جميل قوي في البلد. وطبعا احنا شايفين وشفنا في استاد القاهرة والجماهير المشرفة والصورة اللائقة اللي احنا عدينا بيها والمنظر الجميل والاحتفالية الجميلة، هو ده شعب مصر وهو دي جماهير مصر اللي احنا بنتمنى ان لا تغادر الملاعب، ونتمنى وجودهم دايما بصفه مستمره لانهم الروح في الجسد. اكيد ده مؤشر جيد، وده يبس ان مصر لما تحب تعمل حاجه كويسه بتشرف الدنيا كلها قدام العالم كله. وشفنا منظر الجماهير ازاي مشرف، وشفنا حضور الجماهير وتعاملهم في الحاجه، وان هم قدروا يحافظوا على المدرجات نظيفه كمان بعد الماتش، وانك تضمن ان الجمهور ما يعملش مشاكل، وان هو هيخش الجمهور يحافظ على ملعبه وعلى ارضه، وخصوصا بعد تثبيت الاراضي، يعني اكتر من ارض بقت اراضي اوروبيه، تقدر طبعا ترجع الجمهور تاني، وبقلب مطمئن ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن احمد، خط دفاع منتخب مصر احمد حجازي وكان بجواره محمود علاء، شايف الخط الدفاع ازاي؟ والدفاع هل ممكن يستمر بنفس الشكل اللي بدا بيه المباراه الاولى مع وجود كمان ظهير ايمن ثابت، مع وجود ايمن اشرف فيه كظهير ايسر، محمدي وايمن اشرف؟ لو حجازي ما لعبش، هو النهارده اجيري قال هيلعب، ويبقى فيه واقي على بس الواقي ده برده يعني هو مش بيحمي قوي، لان انت
انت فرص الالتحامات عندك كتير انت كمدافع، فكل الكور عندك التحامات غير مثلا في نص الملعب مفيش التحامات كتير. فالمدافع فلو هو ما لعبش اعتقد ان هو يبقى الونش. الونش طبعا، لان الونش لعب جنب محمود علاء في الزمالك وحافظين تحركات بعض، مش مفيش وقت ان انت تجرب كتير ان انت اتنين بيلعبوا جنب بعض، خصوصا ان حته اتنين المدافعين بالذات لما اتنين مساكين لو مش فاهمين بعض هيبقى الموضوع صعب جدا. ان هو كل كلامهم تحركات بالكلام، انا هروح اقف انت كده، لو هم مش فاهمين بعض او مش يعني ما لعبوش مع بعض كتير هيبقى الموضوع صعب جدا. صح. وجود ايمن اشرف ناحيه شمال، لا انا شايف ان هو اختيار كويس. انا كنت بتكلم مع ايمن قبل البطوله، ايمن قلت له ايمن ركز اكتر ان انت تدافع اكتر، انت اللي قدامك كده كده بيهاجم يعني اللي قدامك تريزيجيه هو طبعا خلاص، هو يعني كده كده تريزيجيه حتى لو انت طلعت له مش هيبصيلك، هو بياخد الكره بيتعامل لوحده فردي بيضم لجوه بيعمل باص. بص انت ممكن تعمل جبهه، بس الجبهه دي باتنين شول يعني اتنين شول مثلا باك وهاف، لكن طبع تريزيجيه وطبع ورده وطبع صلاح ان هم بيعدوا يعني، صلاح بيروح بيعدي لوحده، ممكن صلاح بيبقى بصير شويه بيباصي، لكن تريزيجيه بياخد القرار بيروح على واحد لواحد بيعدي يضم لجوه ار تو يشوت يا اما يعدي يلعب بالعرض. فانا وجود ايمن في الحته دي دفاعيا انا متهيألي يكون اقوى من هجوميا احسن. انا شايف ان دي حاجه كويسه يعني، لكن استقرار خط الدفاع ده شيء مهم جداً في البطوله. كويس جدا، بس انا برضو نسيت حد، احمد فتحي. لا ده خساره كبيره جدا يعني. بص انا مش متخيل اتفرج على بطوله افريقيا لمنتخب مصر من غير احمد فتحي. احمد فتحي انا لعبت جنبه كتير جدا، انا محمد فتحي من ساعه ما جه الاهلي لحد دلوقتي لحد ما مشيت واحنا مع بعض. من الناس الرجاله جدا في الملعب، انت ما تحسوش بقى، انا بحسه في الملعب. احمد فتحي لو حد او حد عدى منه او حد رقصه لو بتشوف كميه الغل اللي في وشه عشان يجيب الكره تاني، لا ما شاء الله ما شاء الله، روح عنده الروح عنده مش طبيعيه. لكن انا شايف ان طبعا كان وجود احمد الفتحي مع احمد فتحي مع احمد المحمدي كانت مهمه جدا، بس انا ممكن تستغل فتحي في نص الملعب انت برضو. انا كمدرب انا لو انا احمد سيد مدرب، اللعيب اللي اجيبه اللي هو بيلعب في كذا مكان بالنسبه لي يبقى احسن من اللعيب اللي بيلعب في مكان واحد. ليه؟ لان انا لازم عندي مرونه تكتيكيه في الملعب ان انا استفيد بلاعب في مركز 2 و3. ايمن اشرف بيلعب ايه؟ مساك. مساك وباك ليفت بالظبط، ممكن احتاجه في الماتش شغال مثلا لو قدر اي حد من المدافعين اتصاب او اي حاجه اقول له اقف سرد باك تالت، عايز العب بثلاثه هغير طريقه اللعب زي ما هو بيعملها، العب بثلاثه 3-4-3 او 3-5-2 او سيان الخطه يعني هعمل ايه؟ ايمن شمال محمود علاء يمين حجازي في النص او العكس. يبقى انا بالنسبه لي عندي مرونه ان انا لو ايمن احتاجته هعمل ايه؟ احطه في الملعب. احمد فتحي سرد باك وديفندر وباك رايت، ممكن العب لك باك ليفت يقف يدافع. صح، لعبها كتير فتحي لعبها كتير. فبالنسبه لي لا طبعا احمد فتحي من الناس اللي نسيناها في اختيارات تأجيري لازم يكون موجود. طيب وانا بسالك بقى على باقي الفرق في البطوله، يمكن شايفين النتائج لغايه دلوقتي يا كابتن احمد بعد مباراه الكاميرون وغينيا فازت الكاميرون 2-0 بقى في 23 هدف في 11 مباراه، يعني بمعدل هدفين في كل مباراه. ده بيديك مؤشر ان البطوله جايه بمستوى فني اقوى طبعا، في معدل تهديف هيبقى عالي طبعا. بطوله قويه جدا، انا شايف ان البطوله دي من اقوى البطولات كمستوى فرق، من اقوى البطولات اللي موجوده في اخر مثلا مستويات قريبه من 2008 بطوله كانت جامده، من بعد 2010 لحد دلوقتي اقوى من اقوى البطولات، من اقوى البطولات طبعا. انا يعني انت عندك فرق مش متوقعه مين احنا بعد القرعه قلنا ايه بتاعتنا مصر مجموعة سهلة جدا. مجموعة سهلة جدا والله، قلت كنت موجود في كنت موجود في القرعة وكان جنب ابراهيم سعيد. قلت ابراهيم دي ضغط اكتر على مصر، انت لو معاك في البطولة الكاميرون والسنغال ومثلا وتونس او الجزائر وخرجت محدش هيلومك. طب ايه الفرق بقى؟ وكويس انك قلت الموضوع دوت، لان في 2006 انت كنت موجود مع المنتخب في كأس الأمم اللي اتنظمت في مصر وكانت مجموعتنا اقوى من كده بكتير بخلاف ليبيا كان معانا المغرب وكوت ديفوار. بس انت كنت فريق جامد جدا يعني، انا فاهم بس اقصد يعني انت عشت ازاي اجواء البطوله في مجموعه صعبه زي دي جدا طبعا. انت بالمقارنه بالبطوله الحاليه خلي بالك احنا كنا عايشين في المعسكر ان البطوله صعبه يعني. احنا ماتش المغرب فريق المغرب كان قوي جدا جدا، تعادلنا معاه تعادلنا واحنا ووصلنا كتير اكتر منهم، يمكن احمد فتحي مضيع واحده في 6 يارد انفراد. ده احنا كان حظنا مع المغرب حظنا لغايه ما جه كهربا فك النحس. انت كان في البطوله دي انت كنت منتخب قوي جدا يعني، كنت انت كاسماء كده منتخب قوي جدا، فانت اللي تخوف. لكن انت دلوقتي المنتخب بتاعك يعني 2-3 كويس
بس برضو يعني انت معلش اما زمان اما تلاقي الحضري جون تلاقي في خط الدفاع في وائل جمعه واحمد السيد وابراهيم سعيد وكابتن ابزار السقه وتلاقي احمد فتحي باك رايت وبركات باك ليفت الله يرحمه محمد عبد الوهاب وطارق السيد نص الملعب شوقي كان احسن وحسن مصطفى وكان حسني كان اتصاب واحمد حسن واحمد حسن بتتكلم قدام ابو تريكه وعمرو زكي ومتعب وكابتن حسام حسن بص انت بص على الدكه موجود معاك ناس يعني ناس تنزل كان اينو ساعتها من احسن وقت في حياته كان احمد يدعي عبد الملك كان عامل اداء كويس كان كنت انا موجود في الاهلي يعني برضو ناس بتتكلم انت برضو بتحسب المنتخب اللي قدامك المنتخب اللي قدامك بقى بيفكر فيك ازاي بالظبط بيفكر فيك ازاي كلاعب كان كابتن عبد الحليم علي برضو موجود معانا في ده انت بيفكر فيك ازاي المدرب يقول لك ايه طب امسك عماد متعب ولا امسك عمرو زكي ولا امسك كابتن حسام حسن ولا امسك ابو تريكه ولا امسك مين ولا احمد حسن ولا امسك مين ولا ميدو احمد حسام ميدو كان احمد حسام ميدو كان محترف كان الوحيد المحترف في مصر في الدوري الانجليزي امسك مين فانت بالنسبه لك القصه صعبه جدا فانت منتخب تقيل لكن احنا في انطباع عن منتخبنا اثنين او ثلاثه بالظبط صلاح وتريزيجيه طب على الورق مين افضل منتخب في البطوله لحد دلوقتي انا الجزائر ومالي ومنتخب مالي مالي امبارح عمل اداء كويس جدا بس بالمقارنه قدام موريتانيا مش هتقدر تحكم فيها قوي بس بيبان يعني منتخب نيجيريا مش مقنع خالص انا بالنسبه لي مش مقنع يعني منتخب نيجيريا جت فتره التسعينيات كان اقوى من كده اقوى منتخب كان مكتسح كان كل البطولات وخد البطوله اللي خدها اللي هي الاولمبياد اللي خدوها وكان منتخب قوي جدا كانوا ودانيال اموكاشي واستيفان كيش وكان ناس ثقيله جدا وكوشا وكانت ناس صعبه جدا هو مدربهم حتى ايمانويل امونيكي اللي هو النيجيري بس بيدرب منتخب تنزانيا بس لا انا قصدي ان انت منتخب مش مخيف منتخب مش مقنع انت لازم في البطولات دي منتخب يقنعك بادائه منتخب المغرب مش مقنع بخلاف رغم ان في اسامي حكيم زياش مش مقنع مبارك بصوفه نور الدين مرابط يوسف سفيان بوفال يونس بلهندا مش مقنعين مزراوي انا بتكلم مقنعين كاداء جماعي مهدي بن عطيه طبعا انت فرقه بروندي اللي لعبت نيجيريا انت عارف فيها حد؟ لا انا مش عارف فيهم حد انت قصدك مش بالاسماء يعني بالاسماء هي الكوره اداء جماعي انا كفرقه بعرف اقف ازاي بعرف اهاجم ازاي بعرف اطلع بالكوره ازاي بعرف ادافع ازاي انا شايف ان منتخب المغرب كانوا موفقين جدا في الماتش ده يعني الماتش ده تعادل لان الفرص اللي جت للمغرب كانت قليله جدا ما فيش فرص كتير انت ما ضيعتش مش مضيع كتير لكن منتخب الجزائر لا هو عمل هجمات كتير لكن ما كانش فيه فرص محققه تونس مش مقنع تونس اللي كانت مفاجاه مش مقنع يعني تونس يا كابتن احمد عملت معسكر اعداد في كرواتيا ولعبت كرواتيا لعبت مع كرواتيا وصيف العالم أنا شايف ان هو وكسبت كرواتيا ظلم علي معلول علي معلول يعني انا كان في مقارنه كده كنت مع ميدو هنا قال لي علي معلول ولا جيلبرتو طول الموضوع صعب جدا انا بالنسبه لي جيلبرتو يعني جيلبرتو عشان بتلعب جنبه ايوه لكن انا ما لعبتش جنب علي كتير ما لعبتش جنب علي خالص ما اعرفش بس انا شايف ان علي معلول لا بالنسبه للي بيلعب دلوقتي اسامه الحدادي اللي هو بيلعب في المتالف النصر السعودي او بيلعب في الحدادي بيلعب لا هو احسن منهم جيرالدو امبارح كشفه على فكره لو مش هتلاعب علي معلول يلعب ايمن بن محمد زي الرئيس للترجي التونسي ايمن بيدافع كويس وبيهاجم كويس وعنده حته علي معلول اللي هو بيطلع كتير ولكن انا شايف ان هو الناحيه الشمال امبارح مش مقنعه خالص هي قناعات مدرب بس انا شايف ان علي معلول لا اتظلم جدا ان هو لازم يكون موجود تونس امبارح كانت فيها حاجه مش مفهومه المفروض بيلعب برامي البدوي باك رايت والبديل بتاع رامي البدوي وجدي كشريده لعب بيه وسط ملعب فاصبح عنده اثنين باك رايت بيلعبوا في المباراه نص الملعب ما بداش بفرجاني ساسي تمام وفي نفس الوقت كان عنده مشكله في الناحيه الهجوميه بادئ بيوسف المساكني ويوسف المساكني راجع من اصابه رباط صليبي فتره طويله جدا هو احسنهم وكان احسنهم بس التوليفه او التشكيله اللي لعب بيها تونس امبارح مع الان جريس الصحافه او الاعلام التونسي او حتى محللين الكره في تونس استغربوا منها لان هو ضرب كذا مركز جوه التشكيله الاساسيه تونس وكانه مش مفهوم له او محدد له ملامح هو كان عايز يعمل جبهات او ممكن يكون هو شايف ان الفرقه بيلعبها مثلا ناحيه الشمال عندها قويه فالمدرب اللي بيفكر في كده فيقفل الناحيه بجبهتين اتنين بيعرفوا يدافعوا باك وباك ممكن وجدي كشريده ده لعيب كويس جدا ماشي ممكن يقول لك استخدمه في الناحيه الهجوميه ورامي البدوي يقف يدافع في مدرب بيبقى فكره كده عايز يعمل جبهه باك وهاف بس انا عايز الهاف ده بقى بمواصفات دفاعيه مش هجوميه ما انت ممكن تحط مثلا ايمن اشرف وقدامه كهربا مثلا او تحط مثلا تريزيجيه وممكن تحط ايمن اشرف او مثلا تحط ايمن اشرف قدامه واحد
نص ملعب بس مواصفات دفاعيه مش هجوميه عشان يقفل الجبهه دي. انا عايز اقفل الجبهه دي. ممكن الفرقه اللي قدامي تلعب 4 4 2 فعايز تقفل الجبهات، هتروح قافل لك الجبهه دي يقول لك لا العب بجبهات. وكان بيعملها مدرب الاهلي اللي هو الفرنسي اللي هو كالتيرون، كان بيعمل كالتيرون كان الشوط الثاني على طول اما كان بيتزنق بيقفل جبهات باك محمد هاني او احمد فتحي ومحمد هاني اي حد باك معلول ايمن اشرف قدامه معلول اقفل جبهات عشان الفرقه اللي قدامي بتلعب على مثلا على الكورسات او 4 4 2. فانا اعتقد ان هو عمل دي يعني. لكن هو طبعا فرجاني مش جاهز، كان لعيب كويس جدا فمش جاهز بالزبط. لكن ان هو ممكن ينزل ماتش ودي لا الماتشات الرسميه تبقى مختلفه. لا مش مميزين خالص امبارح يعني. انا من المنتخبات اللي بحبها منتخب تونس، انا بحب منتخب تونس من زمان يعني، بحب المنتخب ده. بس ده هم المره دي يعني المره دي الوحيده، يمكن المرات كتيره جدا تونس بتبقى موجوده لكن مش مرشحه بشكل كبير. المره دي الاعلام التونسي مرشح تونس قوي ان يعني يكون قريب، لكن امبارح كانت في صدمه بالنسبه لهم بعد التعادل مع انجولا. يعني مش عارف، انا حاسس ان في ناس حاسس ان في ناس ممكن تبقى موجوده احسن من الناس اللي موجوده دي. يعني زي المغرب يعني، فرقه الوداد وفرقه الرجاء فيها لعيبه كويسه جدا 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 احسن من اللي بيلعبوا هنا. بس المغرب دايما بيعتمد على اللعيب المحترف. ما المحترفين دول مش كل حاجه. ما لو انا عندي واحد حتى في تكتلات جوه الفرقه نفسها كده. لا انا مثلا انا لو ابو تريكه موجود مثلا محلي وعندي لعيب زيه محترف انا هاخد ابو تريكه، ما هو الاحسن. انا ماليش دعوه، مش قصه ان انا اكدس المحترفين وخلاص، قصه ان انا حد يفيدني. يعني مثلا فرقه الوداد مثلا عندها لعيب اسمه محمد اونجم ده. محمد اونجم ده لعيب كويس جدا، لعيب وجبهه رهيبه من اللعيبه فعلا. محمد اونجم ده ما لعبش الماتش الود بتاعنا الماتش النهائي مع الاهلي السنه اللي فاتت، ما لعبش، كان رجله اتكسر. لعيب كويس جدا. في كذا حد في كذا حد في نص الملعب، لا لعيب كويس. هو مش واخد من الوداد غير حارس المرمى، ما بيلعبش. مش قصدي يعني مش لازم كل المحترفين، لا لازم يبقى، لا في انت برضو في ناس من المحلين كويسين جدا وحافظين الاجواء. المحترفين دول برضو خلي بالك انت الماتشات حر، المحترفين دول كلهم واخدين على اجواء البرد، فلما تيجي تلعب في حر بيبقى الموضوع بالنسبه لهم صعب. ده حقيقي طبعا، بتفرق جدا. هتلاقي حتى هتلاقي التصريحات اغلبيه اللعيبه المحترفه الجو حر. طيب هو على الورق انت شايف ان الجزائر على الورق افضل من مصر ومن تونس طبعاً. ومن المغرب طبعا. انا شايف ان المرشحين للبطوله بعد اللي شفته مصر ان شاء الله، مصر تبقى اول فرقه للبطوله، جزائر، سنغال، يعني ممكن كوت ديفوار ممكن شويه. طب انا عندي معلومه عن كوت ديفوار غريبه شويه واحنا بنختم الحوار معاك كابتن احمد. كوت ديفوار دايما بتعتمد على المدربين الاجانب، يا اما فرنسويين يا اما هولنديين يا اما انجليز. المره دي معتمدين على مدرب وطني اسمه ابراهيم كامارا. ابراهيم كامارا هو مدرب وطني، درب منتخب الناشئين، منتخب الشباب، منتخب كوت ديفوار المحلي في بطوله الامم الافريقيه للمحليين، وحاليا اسندوا له المنتخب الاول. امبارح عمل حاجه غريبه، اهم اتنين في كوت ديفوار ما بداوش. ازاي؟ بالظبط كده. ده بيبين لك شخصيه المدرب طبعا. وفي نفس الوقت ان كوت ديفوار بتعتمد على شخصيه مختلفه عكس ما كان بيدربهم مدربين اجانب زي كان مثلا هيرفو رونالد لما كان بيدرب كوت ديفوار. ده كده مدرب كويس. انا وانا احترم انا الاتحاد الليفواري، لان انت بعد خيبات كتير بتحصل خلاص. ما انا جربت الاجانب كتير، طب ما ادي فرصه للمصري. صح، ما ادي فرصه مش للمصري، للليفواري زي ما عندنا في مصر. ما انت ممكن لو انت حصل لك خيبات كتير هتبدا تبص طب ما انا ادفع فلوس ليه في واحد اجنبي؟ ما انا اجيب واحد مصري. عندك مدربين كتير جدا في مصر، كابتن ايهاب جلال، كابتن حسام حسن ممكن ينفع للمنتخب، كان ناس كتيره ممكن تنفع للمنتخب وتأدي اداء كويس، بس ان هم على علم باللعيبه المحليه وعارفين اللعيبه المحليه ممكن اجيب مين وممكن اجيبش مين. فانا احترم الاتحاد الايفواري ان هو فكر في الراجل ده، ان هو يقعد اهم اتنين عنده. طبيعي جدا بيبقى مدرب محلي بيكش شويه من النجوم، بيبقى عنده حته من النجوم، ان انا لو نجم زي ده قعدته وخسرت طب ممكن يحصل ايه؟ هيهاجموني ازاي؟ لكن هو واضح مدرب عنده شخصيه ان هم يسندوا له مهمه زي دي لتدريب منتخب كوت ديفوار، ويعمل قاعده اتنين زي دول وينزلهم. ده عارف ان هو مدرب كويس، زي ما اتكلمنا في الاول قلت لك المدرب الكويس وعنده شخصيه بيحتفظ بالظبط بالاوراق بتاعته، مش كل اوراقي بالظبط. الماتش ماشي ازاي؟ انا الماتش محتاج ايه؟ طب ما انا ممكن انا واحد زي زها ده الماتش ماشي انا مضغوط انزله يسحب لي الفرقه لقدام. فالقصه بقت بالنسبه لي ايه؟ ان انا كده ناجح خلاص. صح، مفيش مدرب في العالم بيرمي اوراقه كلها، مفيش. طبعا. لازم يحتفظ بحد بره، ان انا لو حصل اي ظروف يبقى عندي الدكه بتاعتي، المخزون الاستراتيجي بتاعي، ان انا انزل حد يعمل لي الفرق. عموما هي تجربه والبطوله هتحكم عليها اذا كانت الفكره صح ولا غلط. كابتن احمد السيد انا بشكرك شكرا جزيلا، القينا الضوء على
مجموعه كده من الافكار في كاس الامم الافريقيه وايضا منتخبنا الوطني، وكانت فرصه عظيمه استرجع معاك ذكريات النادي الاهلي ومشوار الاهلي ان شاء الله الفتره القادمه. ان شاء الله طبعا اتمنى ان شاء الله يعني فوز مصر بالبطوله لاسباب كتير طبعا، ان البطوله على ارضنا وما ينفعش طبعا يعني الجماهير تزعل خالص مع جماهير مصر يعني في 2006، وان شاء الله البطوله تكون مصريه، بس هي محتاجه بس شويه تركيز شويه وشغل فني كتير شغل فني كتير ويدرس الفرق اللي قدامه كويس، يعني واضح ان الفرق كلها صعبه. اكيد كابتن احمد بشكرك وان شاء الله نلتقي على خير قريب باذن الله. ان شاء الله ربنا. شكرا جزيلا. حلقه كانت فنيه بشكل اكتر، اللي احنا اتكلمنا عن تفاصيل فنيه متعلقه بالنادي الاهلي وذكريات النادي الاهلي والاستعداد للموسم الجديد ومعسكر اسبانيا، وازاي اللعبه ازاي تستفيد بوجود معسكر مهم زي ده الفتره الجايه عشان الجهاز الفني كمان يقدر يحضر للمشوار القادم. ايضا بطوله الامم الافريقيه لان فيها نقاط فنيه مهمه جدا وفيها دروس ممكن نستفيد منها كمان على المستوى الفني بالنسبه لمنتخباتنا الفتره القادمه، لاعبين متميزين على الورق في منتخبات قويه، لكن بطوله الامم اكيد اكيد بتحمل العديد من المفاجات. نصل للختام لكن الفقره الاخيره بعد الفاصل مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، والتقي معكم باذن الله على خير في حلقات قادمه من برنامج الاهلي الليلي.